السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل وصفة حلو جميلة جدا، اللي هي الجلاش بالكريمة أو الجلاش بالمهلبية. أول حاجة هنبتديها نعمل المهلبية، علشان خاطر دي لازم تتساب تبرد خالص في التلاجة. عندنا طبعا كمية اللبن اللي هنستعملها على حسب كمية الجلاش اللي احنا هنلفها. عندي المهلبية دول 4 كوبايات لبن حليب مغلي وشايلة القشطة بتاعته ومتسقع. ما ينفعش استعمل لبن مبستر في الوصفة دي، لازم لبن حليب اللي هو سايب اجيبه اغليه وبرده، اشيل القشطة واستعمله، لان اللبن المبستر بيتنيه المهلبية، ما بتربطش كويس، واحنا عايزينها تبقى ماسكة كويس معانا. وعندنا النشا، احنا دلوقتي اللبن ده ساقع اهو من التلاجة وانا طافية النار. عندي النشا، هحط بالتقريب لكل كوباية لبن معلقة كبيرة نشا. بسم الله الرحمن الرحيم، دي 1 2 3 4. هقلب كويس. انا كل ده احنا لسه طافيين النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما النشا بتدوب معايا خالص ابتدي اشغل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، مع التقليب المستمر. كده اهو تنتنا نقلب في اللبن بتاعنا مع النشا لحد ما تقل قوي كده انا عايزاه، وهو على النار بصوا كثافته تقيل، قوامه تقيل، انا عايزاه كده مش زي المهلبية اللي احنا بناكلها، بحيث اما تبرد تمسك قوي. تمام كده. طبعا الكريمة بتاعت الحشو مش بيتحط فيها سكر خالص، الكريمة بتاعت الحشو هي لبن ونشا. وهنحط بقى رشة فانيليا. هي تقريبا كده شبه جاهزة، يعني انا مستنية بس ايه تغلي معانا كده تبقبق شوية ونطفي عليها. كده اهو ابتدى يبقلل معانا كده، ونخلي بالنا اهو هبتدي اطفي عليه. نطفي النار. هنسيبه لحد ما يبرد، نحطه في التلاجة، لازم يسقع كويس جدا في التلاجة، وبعدين نشوف هنكمل الوصفة مع بعض ازاي. دلوقتي المهلبية بتاعتنا بعد ما سقعناها في التلاجة كويس قوي اهي، مسكت اهي، هنقطع منها كده في طبق. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا ماسكة ازاي. هو ده كده المطلوب لحشو الجلاش، عشان ما تسحشي جوه الجلاش او جوه الكنافة او اي حلويات احنا بنحشيها. بصوا لازم يبقى قوامها كده. تمام. عندنا جلاش اهو. طبعا الجلاش اول ما بنفكه لازم نغطيه. عندنا دي سمنة اهي مسخنينها كويس اهي، بس مش اطحنها، يعني انا بسيحها واسخنها بس اهي. وممكن احط عليها شوية زيت عباية شمس او محطش، دي حرية اختيارية، بس هو اما بنحط عليها شوية زيت بيقرمشها ويخليها حلو. هندهن اول حاجة عندنا الصاجة اهو. بدهنه
جامد، مش حاجة بسيطة يعني، بمعنى أصح بغرقه سمنة. تمام كده، هبتدي بقى عندي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد 1 2 3، انا هاخد 3 لان الجلاش بتاعي ده رقيق. لو الجلاش سمكه كويس يعني ادخن من كده، في جلاش بيبقى ادخن من كده، هناخد 2 بس، فعلى حسب نوع الجلاش اللي بتستعمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي كده، نفكه بالراحة كده، ندهن أول 2 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشتغل فيه طبعا بالراحة لان الجلاش بيبقى حساس قوي وغلس في شغله يعني. تمام كده اهو، وهناخد 1 اهي، عندي بقى المهلبية هاخد كده. هنبتدي بقى اللف اهو، هاخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فرشة عندي كده وادهن. والف كويس اهو. نخلي القفلة بتاعته لتحت اهي كده، اهي لتحت هنشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نحطه كده على طول ندهن الوش كويس قوي سمنة عشان ما يشققش منه اهو. نعمل 1 كمان مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
نغطي. ونلفها برضو كده اهو. نحط سمنة ونخلي برضو القفلة لتحت ونلزقهم كده وبرضو ندهن كويس. هكمل انا الصاج ده وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما عملنا اهي لفة الجلاش بتاعتنا اهي في الصاج، هنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم نقطعها صوابع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشغلين الفرن عندنا، قلنا قبل ما ندخله بربع ساعة، حط على درجة حرارة 200، حط صينية مية على الصاجة بتاعت الفرن من تحت اهو، اهو كده زي ما احنا شايفين كده اهو معانا متقطع كويس اهو. هندخله الفرن ونشوفه هيبقى عامل ازاي. ادي الجلاش بتاعنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خرج من الفرن وهو سخن، بنسقيه بشربات. الشربات ده عملناه ازاي؟ كوبايتين سكر عليهم كوباية مية عليهم معلقة كبيرة عسل جلوكوز وربع معلقة ملح ليمون، ربع معلقة صغيرة ملح ليمون وفانيليا. طبعا عاملينه وبارد في التلاجة اهو.
طبعا كمية السكر بقى نقلل نزود، دي في ناس بتحب الحاجة مسكرة أوي، في ناس بتحبها عادية، أنا بحبها عادية أهو. بنسيبه لحد أما يشرب الشربات بتاعه خالص ويبرد، بنحطه في أطباق معانا أهو. وبالهنا والشفا، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم. وطبعا ده حلو جدا مع الشاي في الجو الجميل بتاعنا ده. إن شاء الله يعجبكم، ووصفة سهلة جدا وحلوة جدا. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.